انا بعد ما اتكلم بس طبعا كابتن سعد معايا طبعا كابتن سعد سمير وهنرجع نترجم طبعا اللي قاله مستر ميشيل مايكل طبعا يا لكم مبروك يا سعد طبعا بطوله غاليه جدا ويمكن ثقتنا كانت كبيره جدا فيكم في كل عيب. الروح اللي شايفينها بره الخطوط هي اللي داخل الخطوط تروح النادي الاهلي بنت النهارده لاخر دقيقه بنحارب البطوله فعلا في دوري بطولات النادي الاهلي الحمد لله ماتش مهم بالنسبه لنا بطوله مهمه تسعى اهلي كان نداء الجماهير على طول بتناديه الفتره اللي فاتت ربنا كرمنا النهارده دايما النهائيات بتتحسم بالقلب ممكن ما تكونش انت الطرف الاحسن ممكن ما تكونش انت المتفوق لكن النهارده الحمد لله من اول دقيقه جبنا جون الماتش هرب مننا شويه رجعنا له تاني بثقه اللعيبه اللي موجوده الكبيره وبخبراتهم وقفنا على الكوره ربنا كرمنا بالجون التاني ضيعنا فرصه واثنين وثلاثه بعد كده لكن الحمد لله اللعيبه رجاله مخلصه طول البطوله اكتر فرقه تعبت واجتهدت وواجهت صعاب هي فرقه النادي الاهلي ببارك للعيبه ببارك للجيل اللي موجود واتمنى لهم ان شاء الله باذن الله وبتمنى الفتره الجايه والسنه الجايه تبقى البطوله من نصيبنا برده عندنا الحمد لله صفقات قويه وعندنا الحمد لله لعيبه على اعلى مستوى ان شاء الله الموسم الجديد يبقى من نصيبنا والف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك النادي الزمالك وان شاء الله قول المروان بقول له مبروك يا مروان ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن وان شاء الله دايما 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 مروان بيجتهد ودايما مروان بيموت نفسه ولو الناس ساعات بتيجي على مروان شويه من حبها في النادي الاهلي من حبها في مروان لان الناس عندها ثقه فيه وعايزاه ان هو يبقى احسن واحسن واحسن وهو نفسه على طول يبقى احسن ونفسه يجيب اجوان ويكسب الفرقه فان شاء الله ربنا يكرمه الفتره الجايه ويكسبنا وانا بشكره على الروح والقلب اللي بيلعب بيه على طول وبشكر كل زمايلي والف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي اللي هو رقم واحد في المنظومه واللي هو يستاهل البطوله شكر خاص لجمهور النادي الاهلي اللي فعلا يستاهل البطوله الناس ربنا كرمنا عشان خاطر الناس كان نفسها تفرح فالحمد لله الحمد لله مارو نجم نجوم النادي الاهلي مبروك يا مارو الاول ايه اللي بيقوله سعد والكلام الجامد قوي سعد من اللعيبه اللي انا بحبها جدا وروحها على طول معايا ودايما واقف في ظهري وبيتكلم معايا على طول دي روح دي الموجوده في النادي الاهلي طبعا زي ما هو بيقول الجمهور اكيد ليه حق يزعل واحنا بنحترم كده طبعا الجمهور فوق راسنا من فوق طبعا واحنا كنا هنأدي الوعد النهارده الحمد لله جبنا البطوله كنا رجاله ونبارك لجمهور النادي الاهلي الحمد لله على البطوله وانا بسجل معاك بعد مباراه المغرب قلت احنا على العهد عندنا هدف وحيد مفيش تركيز غرض البطوله الافريقيه سبع سنين بعيده البطوله عندنا بشكل كبير جدا يا رب ان شاء الله باذن الله مروان البطوله التانيه واللي جايه وال10 و11 هتبقى معانا هي دي روح النادي الاهلي هي دي لعيبه النادي الاهلي الحمد لله انا عايز اقول لك قبل ماتش الوداد هناك في المغرب انا كنت تعبان ما لعبتش ماتش بيراميدز كنت تعبان جدا وجيت الحمد لله على الطيران الحمد لله وسافرت كنت راجل لاخر وقت الحمد لله كل اللعيبه كانت على اعلى مستوى اللي هي نجيب البطوله السنه دي وده اقل حاجه لجمهور النادي الاهلي الحمد لله اللي احنا قدرنا نفرحهم النهارده وبنقول لهم مبروك وان شاء الله نركز في البطولات كلها اللي جايه ان شاء الله ونكون على قد المسؤوليه يعني الحمد لله مبروك يا مروان